طاعات كانت بالوفا مكتوبة أيام كانت في الزمن محسوبة صفحات كانت بالوفا مكتوبة أيام شافت للضماير صحوة وأيام زرعت في القلوب النخوة أيام رغم الريح كانت عالم 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 كانت تحدي كانت تحدي والضمير بين الناس وبين الحبايب تهدى 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 ومهما الغضب اشتد ومهما بلغ حده لابد مع الأيام بالود يتعدى مظلوم يا خيبة الظالم وما دمت شفت النور ما تخاف يا عالم يا عالم يا عالم والآخر طريقك تمشي وعلى الأرض ما تسلمشي والآخر طريقك امشي على الأرض ما تساومش أيام سلام كمل هوت سنادك تاتهيت ومش انا وانت عود وسبت له بوزاج في ديبو علاش ما حسبه في لي وزيد امس العشيه كيف جابوا اللوح الفاضل من داموس الغرب زيد عاود جاك لحساب القديم وزيد عليه جديد يشتمو سلام اسبتا فيليب وسبتا جاك مش كي بعضو الو غنايزم عاود كله سينيور دوني سينيور دوني مي كوزا فاري سينيور دوني مي كوزا فاري كدما نتاعو انا في داموس راكد ربع عيدو علاش وفيليبو يعرك كدما تاليان بربي علاش علاش كالمي توا امبيرتو كالمي توا جي ريان كومبري ايو نو كابيتو نيانتي كابيتو نيانتي كدما تاليان في داموس مش عسكر تاليان في حرب انا كله انا كله فيليب علاش مش اتي سلعه مسمار بولون كدما تاليان البول بواساج باش يدوكلوه يقول لي دوكو صبو في لوح بون بون علاش ربي علاش كالم توا لومبي كوم ربا ماما مي ايكوت موا دول موا داليش تي افيك موا لا داليش تي افيك فالا داليش تا مي كولي كولي دوكو صبو ماما مي كومي فاري كومي فاري لابورو دا موسو لوكو دينا هو يعرف كدما يعرف ايطاليان ليش يعرف ايطاليان يقول لي دوكو دوكو يلو مي كولي كولي دوكو صبو ماما مي كومي فاري كومي فاري Thank you.
واش قاعد تعمل واش قاعد تقول؟ ما تخفى لي خافي في هالبلاد. وش على جال ساكت عليك تقول خايف؟ أما راني قاعد نحكر في الشيخ عمارة كبير تل الغزلان. تحكر ولا ما تحكرش؟ وانت قلتها بعظمة لسانك. هذا بيع وشراء. وناس أنا عجبتني لا ربي وشاتي نشره. وش؟ يا أخي شفت برقع يدل عليها ولا وش؟ إيه من حقه يبيعها للي يدفع فيها أكثر. الشيخ مبروك. الشيخ مبروك عمل عقلك وارجع للصواب. هاولدي راني هنايا الأول مشيت برقعة وتفهمت وياها في السوق. وش؟ اللي عطاك كلمة تاع رقب تهرب. هذاك لو كان برقعة خذا من عندك ولا عطاك عربون. عجبت. يا سعدي جانا. ليش تبكي يا حسني يا بنيتي؟ ثلاثة أيام برك وتكون في دار راجلك، وثلاثة شهور وإن شاء الله وتكون كرشك قدامك. فرحانة خدي بيا فرحانة. عقلي يا عين عقلي بالله، وكان يصنع بيا الدار المليانة بنسويناه للعريس. شايب هاي شايب قد بيا وبعكاز مش نحسنية لو يغلب علي أنا وياه به إلا ما بعكاز يدقدق لي عظام. قلت يا ما مكتوب عن سيد مكتوب حسني ومشو مكتوب على الرجال. أوي نلعب بحث السجرات مع المعيش. كان نشوفك واحد مثل الغزلان العاف ما يحصل خير. شتيت نشوفك عاد ونسمع صوتك. حليلي يا العاف كان نشوفك عبد الرؤوف. راني مشني ناقصة هم وجاية. القلب ساقني يا حار وما نجمش نثنيه. الطاهر باش بيك كنت شاب للحانوت يا اخي وقفت لي هني ولا بيت تسمى لا بس عليا الخبيري لا بس هاي 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 نعمل لك سلطه تعمل 66 كيف ما عينيش وراس ولد عمي اللي ما يجي معايا ونعمل لك سلطه ما عينيش قلت لك ما عينيش هاي عاد الطاهر اش بيك هكا هاي هاي صلي على النبي الله عليه وسلم على هكا الخديري ثاني بونت ولا وشيت وعلاش وجهي مشيتهولي وليد عمي شعر ريحه تقولش عليه شوك بتاع قفوت وليش تحبني تدني عاد ما في الموس وانت تقول عليك حجم بشيرك شره وشيرك هذا شيته من عند عسكري فرنساوي تو تقريبا شهر بالدجاجه وقت يتعدى البطاريون من هنا قصد حدود الجزائر الفرنسيس حافين هما وماس الماس متسمين على الانجليز لا لو كان جا عندي موس انجليز سلطة واحدة لظهر القنفود يصبح حاليا أرطب كريش النعام. الله يهديك يا شيخ مبروك قداش كمخشيش. هنا على بيس وجانب فيها. هاي سيدي واش رايك؟ الفلوس اللي زدتهم علي نعطيهم لك. أحلال عليك حرام علي. والله وبالحرام. تراك تستاهل كل خير يا شيخ. نقول ليك نحب نشري أرض برقعة وأنت تقول لي أنا أعطيك سوارد. بويش تشريهم؟ ها؟ بويش؟ بالسنان بتاعك هيا ضم علي فمك لبخر خير ليك ولا ماشي في بالك شيخ ترب الحق وعندك حكمة انت كان جد الدنيا الدنيا راك شيخ زويل وبقرب مش شيخ تراب
ما ندري يا سي مروح حتى انا راني نسال كيف الله يسمعنا الخير وكاهو امشي ادخل علي الدخل يا والله حال يا والله حال مسكين يا والله حال وحنا لله وانا اليوم مسكين مسكينه هي اللي تعبت لا حول ولا قوه يا والله حسي خلي يرتاح يا ابني يا عارف يهديك سيفي الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله يرحم هاي ورب يا والله الله يرحم الله يرحم من ديني ترجمتوا ايش لو حضر واش هكا وراو اشي توصلها للدار وتعصب المقروه غادي حد ما يعتب الباب الله يبارك بر سيد يونس شيخ اش كل مشينا ديال الطاه مفتاح والهاني يا شيخ عبد الرؤوف وتهنيتي يا انت عبد الرؤوف وتهنيتي اشوك اشوك يا بنيت عمي اللي دخلتي على اخويا شفنا كان الشوم ونكد مشومك اشوك ليش هكا يا لويزه ليش استغفري مولاك واطلبي له الرحمه كبدي تحرقت يا منور على وليدي
عار. عار وين؟ ويني بنيتي؟ فرجاني، ناديلي فرجاني. عارم لاباس يا زينة، ما تخافيش. لا لا رقاي، لا لا رقاي يا خيتي. حليل تبيت في دار طاهر، الليلة يقتلها حليل، يقتلها الليلة. لا عارم زينة في دار شيخ الطران، ما تخافيش. وش بيكي؟ الطاهر راه عاقل ورزين، ما تخافيش يا خيتي. لا لا رقاي، انا خايف، خايف وقلبي مش مطمن. خلاص خيتي، راس خيتي. لا لا رقاي خايف، أحلي لي يقتل، أحلي لي يقتل. يا رب Et alors, on n'a rien trouvé encore? Non, rien pour le moment. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الفرجاء البصر، حتى ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسعا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعددنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوجا سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله. هاكي شوي وكليها، خليني نجيب الهميه. عال اللي صار صار، استهلي في وحكو كل شي يفوت. يا اخي انت مين ليك الا فما قبينات ملوح؟ الله يرحمه ويصبر ببايو. عينيك مليح، عارم ما نحبهاش تعطب باب الدار. اتهنى شيخ. شوف غدوه على الفجر طابت الفلاج تاع المجدرميه باللي صار، قول لهم تو الشيخ يجيكم بعد الدفينه. الله يبارك. تفرا خير يا شيخ. تفرا خير. شويه هاو الشيخ جاي باغي يحط لي العشاء. هاي برو لبيوتكم. شيخ نحط لك عشاك؟ برو لبيوتكم، عيني في عشاء. مسكينة مسكينة قاعدة تعاني وتقاسي في المصايب. ما تخافيش يا عارف، ما تخافيش ما تخافيش، حد مين نجم يمسك بالفر لهنا؟ انت محروسة، وحد مين نجم يهوى بحذا الدار متاعي؟ قلت ليهم ليه ديني، قلت ليهم، قلت ليهم الطفل اجل احذر بعثتها عارم ولا ما بعثوش برا. اما لمكن يدي الطاهر وزيدك الويزه تحمش فيه، احلف باللي مانات الكبيره قالت لك، قالت لك قبل ما يشيح ترابك برا عبد الرؤوف. أنا أقول لك الحق الحق،
ماخذك في الطاهر ما عجبتنيش. الطاهر مش من لباسك، مش من لباسك، انت تستاهلي كل خير. اما واش يقول ميت قدام غاسله؟ على كل ذي حال هكي في داري مرتاح، وربي يعمل الليل. شويخ عارم هذه نامت وغوشة من شيرتها وما تجي من وراها كل مصايب. سكينة وليا واش شافت في دنيتها؟ هاي من مصيبة لمصيبة، هذاك واش مكتب لها؟ شويخ نقول لك الشيخ عينيها عليها بدات تلعب في لرقاس. هي حتى انت يا بني في بالك يفوتني هذا؟ الشيخ ما خدتها قبلك بثمانية سنين، نعرف علاش يمشي وعلاش يجي. ايه نوادو كاركين كيف تجي ساكتين؟ انسحتوش لما بقى عيب، هي ما عندها ما عملت. هذا ليك العهد، هذا ليك العهد، الا نخليها تبات وحدها في البيت. الشيخ ما نمناش كي تطلع عيدة خضرة. ماما مية بريستو ما بريستو. Voilà, commandant. Tout est en ordre, Perron. Je commence la fouille. Je n'ai pas réussi à établir le nombre de capsules manquantes. Fais vite! La situation est grave et le temps joue contre nous. Toutefois, connaître le nombre exact et son origine faciliteront ta tâche. Je l'espère bien pour toi, comme pour moi. Que le nombre manquant ne soit pas énorme. Sinon, je serai obligé de prendre des mesures fermes. Allant même au blocus total. Vous allez encercler la ville s'il le faut. S'il le faut et le temps qu'il faut. Jusqu'à la récupération de la dynamite. Et l'arrestation des responsables. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Tfadl si Mohdi. Kaylou chwaya chair Ibrahim. عندك شي اخبار على الطاهر سالم؟ شي يا ابراهيم. الله السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. ربة الشكر يا ابراهيم. دار الشيخ دار بيه، وقتاش باش تقعد في دار الشيخ؟
باهي يا لالا، خلي الليلة تعدي على خير وغدوة يمشي جيبة. من؟ رجل. لا لا ركاي طهر برك لالا، تمشي باي هيجيب قلبي مش مطمئن خلاص. زين الطاهر طول عمره بعقله ويخيف ربي، وسنة ما يرضاش العيره بالضروره. فوالا j'étais sûr qu'il y avait aussi un manque au magasin. Alors où est-ce que vous en êtes? En tout, un manque de 40 bâtons de dynamite et de capsules entre le magasin et le B3. Denis, je veux tout de suite un rapport détaillé sur les dates d'entrée et de sortie des capsules, ainsi que la liste des chefs de secteur qui les ont réclamées. Allez, tous avec moi, on va tout vérifier. Passez-moi le quartier général. Exécution du plan A. Terminé. Pas de gendarmes dans le secteur. Je prends la ville en main. داموس راح شوف مصباح قول له يلوح اللي عنده في سعره ومشي باصي. واش عندك غادي في الدموز؟ نسيت طابه الكربون نتاعي ماش نجيبها. روح فيسا اخرج اذهب اذهب روح قال لك امشي 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 بلا تلخبيب. قرب امشي 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 امشي. رمضان واش الحس برا؟ اش تم؟ حلمي عندك، أنا خارجي، تثبت. زعما فاق؟ ما خرجش. لو كان يقعد ما يخرج. شي حمار هذا هو واقفين الوقفه دي كل لابد باش يدخلوا. يا ربي تستروا، هذه اللي ما قرينا لهاش الحساب. هز هالمخ وفليها، ما عندك ما تتلقى فيه.
مصباح 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 يا جابيها تروح لولدها وراجلها وش مقعدها ضمي عليا فمك مش كيف فاهمه حتى شيء لا والله شيخ فاهمه كل شيء ايه عارف يعني مش قلتي عبد الرؤوف بسم الله عبد الرؤوف ما تخافيش بسم الله بسم الله بسم الله وش حوالك عارفة اليوم؟ لا لا خير من نعم صحيح ما تغشيش عارف الحدديث ياسر وما عنده من يوصله فلويزة وقت الطهر تتحلف وتعاير قالت غير تحط رجلها في الدار وكان ما يقتلاش الطهر نقتلها نايا عارف هاي تسمع كلامي تعبتي معي الفيلاش عندي دار تعمل 66 كيف طلقتك وحامد يوصلوك ليديك ما عندك بلاش تخمي هاي واش قلتي السلام عليكم. وعليكم السلام. أو صباح الخير. صباح الخير. أمور كبست في المجازة إبراهيم. ولا تتواصل وعسى ومعادش عندهم ثقة بخير العربي. دي ولا يشكوا حتى في بعض المسمار يقيدوه وقتاش يدخل وقتاش خرج. بعد الإجراء المصباح الله يرحمه. الله يرحمه. سي محي الدين وصلني نقول لك ما تقربش السوا فهالمدة. باهي. وما تهوبش لجهة الدار. وما تقربش الكبسول ثاني هاسل. برا حتى أنت إبراهيم. ومن هو اللي مازال يلحق يقول مسيو بيرون عاود مشكل كارتا من جديد وبدل الشيفان الكل حتى لو بيرتو الطلياني ما سلمش لو كان مش قرر حسابه اطلع المنظيرة ولا راه دكة في الحبس على جال سرقة الكبسول ناهي مستغرب هسالم كيفاش الشك ما لحقش لك انت ناهي ثاني ما فهمتهاش ان شاء الله ما ثمك الخير ان شاء الله يا ربي الازهر نعم هذا زوز قهوة ام حاضرين نسيت جبت لكم من المنى ونسيت على القول الله سامحوني سامحني سي سالم بسمعني انت سي ابراهيم تفضل يعطيك الصحة معلش الطاهر انا يا عمك الطاهر وفي
تيودو بيك الله يرحمه هو وجميع المؤمنين. حاب نفهم منك حاجه الطاهر وما تخبي علي حتى شيء. البلحق قلت عارم هي سبب موت وليدك؟ استغفر الله العظيم، لجال بيد ربي سبحانه ما هي بيد العبد، وبنادم ما هو الا سبيبه. طمنتني يا ولد خويا، شيخ تراب قال لي لقاها خايفه ومرعوبه وزرق منها العقل. صحيح الشيخ مع عيلة خالتك زينة ومشوا براني، لم كنتي مشوا كيف كيف، عارم دارها أولى بيها الطهر. كلامك صواب عمي. عبد الحفيظ جاب راجل وعليه الكلام. توا والليل طاح، غدوة الحي إن شاء الله نمشي ناوى منور ورقية لدار شيخ التراب ونروحوا بعارم. المسكين تعبوا إنهم غلبة. هيا ربي يعاونك يا ولد خويا ويعطيك الصبر ان شاء الله. سي منور، سي منور، بر مش ارتاح. فرجاني وين؟ بروح الزنطة ثانية وارتاح. طاهر بدنك عنده عليك حق. خليني نزيد شوية توك يجيني النوم نرقد. وين يا عارف؟ رقدت؟ رقدت يا شيخ. تصبح على خير. تصبح على خير. مسكينة عارم يا شيخ، لا ماكلة لا شراب، فاقدة ولدها. غدو روح بها لدارها. هك عملت اللي عليك. وين نروح بها؟ تبي يقتلوها؟ وعلاش يقتلوها؟ تو ما فهمتيش، ترى هي لحمي ودمي. هزها بيدي باش يقتلوها. ارقدي ارقدي ارقدي.
قلت لها ما نروح بها للدار. ما زايد يا قسين الدين وعقل. علاش هفنان؟ ما عادش طايقين يا مسيو كلود، وكان يديهم رمز بحولي. ما تكافش ما تكافش، نهار اثنين غديف انسى حكاية موت مصباح. حتى الميليتير كثروا لها مسيو كلود، دخلوا للحواش الكل وفلوهم، حتى خوشي ندخلوا. حفناوي هل موك وانتي كوماندون ليونيل كل الأوش متاعك انتي باش عبا غديف من يقولوش حفناوي مع فرنسا. ما لنا مع منهم. انتي مع الحق موش مع فرنسا. هذه ما فهمتهاش يا مسيو كلود، لاني معاكم لاني معاهم. انا مع الحق به والحق مع منهم. ناوي قوم امشي اقعد. وين نمشي نرقد يا مسيو كلود؟ لو كنا نرقد رديف والله ما نعرف وش يقع فيها. طاهر يا طاهر، اش عملت ربي باش يجرى لي اللي جرى؟ علاش يا ربي ما هزيتنيش انا وخليت عبد الرؤوف؟ مازال كيف حلها وين دايت؟ انا علاش قعدي في هالدنيا يا ربي؟ علاش يا ربي؟ علاش؟ منو؟ لا يا عارف ما تخافيش، الشيخ الشيخ. جاكش النوم؟ جاني النوم وباش نرقد. ما تخافيش، هاي ما تخافيش، محستك عندي كبيرة في قلبي. نعرف يا شيخ، نعرف. بالحرام بالحرام يسيح دمي ولا خلي حد يقرب لك. الطاهر ما يستاهلش حتى فر منك. تعرفي نهار باش تعرسوا قلت لهم لا لا، عارمة الطاهر ما تحبوش غير الفرجاني ربي يهديه حقرني. اما والله والله ما حسيتك عندي نهارتها قريب نطرش كما اجنبي ونقول ناخذ هنا. احرم نعيشك في الخير والخمير. احرم احرم تعيش معي راسك مفوح فوح. هبط ايدك يا شيخ وما تمسنيش. ما تصدينيش احرم، راني رايد لك الخير. احشم يا شيخ احشم، راني كي بنتك. هاي راكي مازلتي ما تعرفينيش عارف. نايا قلت لك ما تقربليش. نفضحك يا شيخ، نفضحك ورعيت. بس عيني يا ابو الحرام نطلقهم الاثنين وانا اخذك. والله ابو الحرام. ايام كان في الزمن محسوبة، صفحات كانت بالوفا مكتوبة،
أيام كانت في الزمن محسوبة، الصفحات كانت بالوفا مكتوبة، أيام شافت للضمائر صحوة، وأيام زرعت في القلوب النخوة. رغم الريح كانت عالم عالم عالم، هي كانت تحدي والضمير الحالم. على الأرض ما تساومش أيام.